بكم أعزائي المشاهدين، بمناسبة افتتاح دي تي ال اس ايجيبت في القاهرة، بيسرنا أن نستضيف اليوم الأستاذة رانيا توفيق نائب رئيس مجلس إدارة دي تي ال اس ايجيبت في القاهرة. أهلا وسهلا أستاذة رانيا. في البداية عايزين نسأل حضرتك عن احكي لنا عن بدايات دي تي ال اس ايجيبت في القاهرة. أنا عشان أتكلم بصلاة عظم عن دي تي ال اس ايجيبت يبقى لازم الأول خالص أتكلم عن دي تي ال اس. وحقيقة كانت بداية المسار بالنسبة لدي تي ال اس كانت في 1992 في زيلينوغراد روسيا، لما قدر الأخوين كانابلوفا وأخته المهندسة تاتيانا تصنيع بعض أجهزة الرنين الحية، وده بالفعل كان تحت إشراف أكاديمي من الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية بإشراف الأكاديمي سيرجي بيتروفيتش وعدد كبير جدا من العلماء والروس بالفعل. سنة 1998 كانت تعتبر النقلة بالنسبة للشركة، لما قدرت الشركة ان هي تصنيع اول جهاز اللي هو جهاز بروفيشنال. وبالفعل صدعت برضو في نفس هذا العام في 10 ابريل ان هي تاخد اذن من وزارة الصحة الروسية باستخدام الجهاز في المستشفيات العامة واجراء الفحوص الطبية. وبعد استخدام الجهاز في العيادات الرائدة بروسيا الوسطى ومركز الطب الوقائي الروسي وعيادات النساء في موسكو، وقدر فعلا حقق الجهاز نجاحات كبيرة جدا. استطاعت الشركة بعد كده ان هي كمان الجهاز كان مستخدم في المستشفيات العسكرية، وبالمناسبة احنا عندنا الدراسات السريرية للسيدة اللي حبوا ان هم يطلعوا عليها موجودة على الموقع. هي دي البداية، احنا يعتبر حلقة الوصل للتكنولوجيا دي في مصر، ومش موجهين لمصر فقط، احنا التكنولوجيا موجهة لكل الشرق الأوسط وكل دول المنطقة باللغة العربية سواء في آسيا أو أفريقيا. علشان تفتح دي تي ال اس العالمية، تفتح فرع في إيجيبت، أكيد ليها رؤية وهدف. ما هو الرؤية والهدف لدي تي ال اس إيجيبت في القاهرة والشرق الأوسط ودول أفريقية؟ الحقيقة هي التقنية دي تقنية غير عادية، تمام، وممكن الجميع ان هو يستفيد منها. المفروض التقنية دي تكون موجودة في كل بيت، ومش في مصر، في كل أنحاء العالم. احنا عايزين الكل يستفيد منها، وهي دي رؤيتنا وهدفنا ان الكل يستفيد منها. طيب هل دي تي ال اس ايجيبت بتخاطب جمهور الأطباء ولا الجمهور المواطنين العاديين؟ انا هقول حضرتك على حاجه يا استاذ عاطف. يعني انا في الاول خالص قلت اول جهاز كان جهاز تشخيصي، ده طبعا لازم يستخدمه فقط الاطباء، لكن النجاحات اللي عملتها الشركه، وكان في طفره مهمه جدا عملتها الشركه بعد 20 سنه من الابحاث تاني اجراها العلماء الروس، استطاعوا ان هم يصنعوا الاجهزه المحموله. بمعنى ان في اجهزه دلوقتي صغيره شخصيه ممكن يضع لحضرتك عليها بروتوكول بحيث ان حضرتك ممكن تتابع جلساتك في البيت. هذا شيء عظيم، واعزائي المشاهدين بنبشركم بوجود رنين حيوي في القاهره وفي الدول الافريقيه والشرق الاوسط. ورنين حيوي بيطلق عليه طب المستقبل، لانه بيشخص ويعالج المواطن بدون اي كيماويات ولا ادويه ولا التعرض لاشعه ولا اي انواع الحاجات اللي هي المنتشره. هو طب بيساعد الجسم على القيام بوظائفه الطبيعيه اللي ربنا خلقها فيه، ان كل خليه في جسم الانسان هي ليها مجال مغناطيسي، والمجال المغناطيسي ده لما بيحصل فيه اضطراب ففي الحاله دي بيصاب الانسان بالمرض. عن طريق اجهزه الرنين الحيوي بيستطيع الطبيب تحديد الامراض اللي موجوده في جسم المواطن. وكمان معلش انا مش هقطعك يا استاذ عاطف، بس انا في نقطه معينه. هو الحقيقه ان في ميزه مهمه جدا في الرنين الحيوي، وهو تحديد المسبب. يعني المرض ممكن يكون موجود، احنا عايزين نعرف السبب ايه، سبب المرض. لكن مش رايح على المرض قد ما يعني هو عايز يعرف سبب المرض وفي نفس الوقت يعالج المرض. بالظبط، هو بيساعد الجسم انه يقوم بوظائفه اللي خلقها ربنا عليه، بيرجع الاتزان للجسم. القوة الدفاعية دي بالفعل ربنا خلقها جوانا. لكن احنا كل اللي عملنا ان احنا القوة الدفاعية دي احنا بنساعدها على ان هي تستعد تاني قوتها، خصوصا بعد ما تعرضت لكتير جدا من الملوثات، سواء حضرتك عارف احنا في تلوث طعام، في تلوث ماء،
في تلوث هواء، فطبيعي كل دوت بسبب مشاكل صحية كتير. ربنا يوفقكم في رسالتكم وبشرى للسادة المواطنين بوجود نوع جديد من التشخيص والعلاج والوقاية، وآمن تماما. أيوة دي برضو نقطة برضو يا ريت برضو كنت عايزة ألفت نظر السادة ليها، إن الرنين مهم جدا جدا في الوقاية، مهم جدا 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 في الوقاية، وزي ما بنقول الوقاية خير من العلاج. بالتوفيق لحضرتك الأستاذة رانيا توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة ديتايلز إيجيبت. أهلا وسهلا، وإلى اللقاء في فيديو قادم. كان معكم عاطف موسى مدير العلاقات العامة لديتايلز إيجيبت في القاهرة. أهلا بكم.